السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب احنا لو نجي على التطبيق اللي احنا صنعناه هنا عندنا اللي اوت وهنا عدنا احمد عيسى لما اضغط عليها اريد اغير هذا النيو لاي اوت لشيء اخر لاحظ هنا احنا سترينج اللي موجود بيها احمد عيسى هذا راح اغيره راح اقول له كليك مي تمام واعمل له run". لاحظ هو اوتوماتيكيا راح يتغير الى كليك مي هذا الشيء احنا شفناه واخذنا فكره عنه عندك الفيو اللي احنا نعمله لاحظ هنا كليك مي عندك الفيو اللي موجوده هنا بالاكس ام اي شيء في داخل الفيو الاكس ام ال فهو يخضع لشيء اسمه لسنر معناه شنو هذا الكلاس لسنر الفكره من عنده انه لما اجي اعمل كليك على تكست على التكست فيو على البوتون على اي شيء يتخذ اجراء معين لما اضغط على كليك يستمع له لسننج يستمع له وينتظرك لحد ما انت تعمل كليك عليه لما تعمل كليك راح يتخذ اجراء معين هذا الشيء ممكن نستخدمه مع البوتون ويفيدنا جدا انه احنا لما نضغط على البوتون يعمل شيء معين لان حاليا البوتون بدون فائده لما اضغط عليه ما يعمل اي شيء هذا كيف ابرمجها هنا أنا اذا قلت كليك راح يظهر لي اتريبيوت خاص اسمه اون كليك جميل لكن هذا الاتريبيوت فارغ اذا كيف اجي امليها احنا بالمين اكتيفيتي انا ممكن على سبيل المثال ناديت ال ماي بوتون اذا اريد اعدل على التكست فيو مفروض تكست فيو مفروض انه هذا ايضا اربطه مع اللي اوت مثل ما احنا ربطناها مع البوتون اذا اجي هنا انا مثلا my text view المتغير يساوي find view by id واجي اقوله له r dot id dot شنو هو كان اسمه my text view صح هنا فارزة من لا تنسى لو اجي هنا اختاره وقوله id لاحظ my text فيو جميل عرفت هذا ايضا يبقى علي شنو يبقى علي انه خارج هذا الفانكشن راح اصنع فانكشن اخر فكره هذا الفانكشن اذا قلت له تنفيذ فقط الفانكشنات التنفيذ اللي ما يرجع لك قيمه في الجافا نعتبرها void تمام زين ممكن نعملها ايضا public بحيث نقدر نوصل له من اي كلاس فيكون public void على سبيل المثال كليك ماي بوتون هذا فانكشن والفانكشن لازم يكون عنده بودي بهذه الصوره هذا الفانكشن راح يجي يعدل على الماي تكست نفس الخواص ممكن تطبق على الماي تكست يعني هذا اقدر اعمله كوبي واجي في داخله اعمل بيست وبدل الماي بوتون راح استخدم ماي فيو تكست الكالر ممكن اغيره يلو الباك ممكن اعمله بلو التكست ممكن اغيره ممكن اضع لي تكست اخر على سبيل المثال اخذ هذا كوبي واجي ثاني واحد اخر وهنا مثلا ماي تكست حتى لا يتشابه لهذا يعطي يو كليكت الصورة. فإذن هذا الصورة فإذا هذا راح يكون my text فمن أجي هنا dot string أقول له dot my text فالمحتوى راح يتغير من من new layout عفوا إلى my text المتغير هذا راح يحول إلى you clicked تمام هذا اللي أنا محتاجه حاليا حلو يبقى شنو؟ عرفت المتغير عرفت كل شيء بس لكن هذا لا زال الفانكشن لونه رصاصي بمعنى انه غير معرف غير مربوط بشيء معين هذا الفانكشن كيف اربطها مع اللي اوت انا يعني قلت هذا كل شيء بيها فيو فيو فاذا لازم امررها بكلاس فيو فاقدر اقول لها فيو ككلاس واعملها اوبجكت فيو بهذه الصيغه ليش حتى هذا الفنكشن اقدر اشوفه في الماي لاي اوت فمن اختار كليك واجي مره اخرى تذكرون كان عندنا اون كليك اذا ضغطت عليه اها قال لي عندك في كلاس المين اكتيفيتي في فانكشن اسمه كليك ماي بوتون هذا كيف شافه؟ لان انا قلت له مررها للفيو طيب شلون اعرف ماي لاي انا عرفته هنا أنا. فعرف انه الفيو اللي يقصده هو هذا فلما جيت هنا أنا وطلبت من عنده اون كليك راسا كشف هذا الفانكشن كل اللي علينا انه نعمل له اجي اقول لاحظ نيو اوت كليك مي اها يو كليكت لاحظت اذا اقدر اصنع الربط بين الفانكشن والواجهه بهذه الطريقه واقدر اخلي هذا البوتن يتحسس لما اجي اضغط عليها يعمل اكشن معين لهنا خلونا نوقف نكمل وياكم الدرس القادم مع السلامه